طبعا معلش حضرتك، سؤال لمستر سيباستيان عن مواجهه الزمالك الاسبوع القادم، يعني النهارده اداء الاسماعيلي، شايف النهارده الاداء ازاي في ظل مواجهه فريق الزمالك في المباراه القادمه؟ What our performance today and about next game against الزمالك, what do you think about it? Oh, it's a championship game. It's not the same the same atmosphere of today, but we have profit on this win, and after we will think as the next game. But for me, Zamalek or another team, it's one game of the home championships. Okay, it's very important for the fans. The players are very very motivated for this game. But for me, is 3 points is important. Zamalek, but the next game after Zamalek, El Geish, also important. بقول ان كل الماتشات مهمه. طبيعي ان احنا كنا كل تركيزنا النهارده على المباراه دي, ماتش في كاس مهم جدا, الماتش اللي جاي مع الزمالك ماتش مهم لينا وللعيبه وللجمهور بتاعنا, ولكن مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان كل ماتش في الدوري بيساوي 3 نقاط, ماتش الزمالك ب3 نقاط, الماتش اللي بعده ب3 نقاط, هو ماتش زي اي ماتش في الدوري, لعيبه متحفزه وجاهزه, وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله نبدا نحضر ليه.